ليلة شتاء باردة وممطرة وسط بغداد اختلفت عن الليالي السابقة لأمرين بارزين. أولهما عودة ملعب الشعب الدولي إلى الواجهة مجددة وبحلة فاقت كل التوقعات بعد أن اهدودب الملعب من فرط الإهمال، والآخر ديربي العاصمة، لقاء الإثارة بين الكبار الأنيق والعريق. دخل الموجان الأزرقان للواقعة وكل منهما له حساباته، الصقور للتمسك بالصدارة والطلبة لوقف إهدار النقاط واللحاق بمنافسيه. البداية كانت الطلاب بهدف أشعل فتيل المدرجات وبث الدفء في قلوب المحبين الذي لم يدم عندما عدل القوة الجوية الكفة قبل نهاية شوط المباراة الأول. انطلق جزء المواجهة الثاني بين المعلم والتلميذ، فالخبرة كانت الأقرب رغم النقص العددي للصقور، لكن انتهت بلا غالب ولا مغلوب. في بعض الدقائق من المباراة في الشوط الأول كنا غير جيدين، يعني ما كنا مركزين، داخلين المباراة في برود وشرود ذهني، يعني لكن بعد ما صححنا بعض الأخطاء اللي موجودة رجعنا، رغم تأخرنا لكن رجعنا. الشوط الثاني احنا رغم حالة الطرد والنقص العددي لكن احنا كنا مسيدين المباراة، كنا مسيطرين، كنا اكثر استحواذ. فريقنا كان خاصة بالشوط الاول كنا مميزين، مثل ما تعرف فريق وجوه، فريق يعني فريق متكامل، فريق يعني بالمراكز الاولى. ان شاء الله فريقنا بعد عودة المصابين، عودة اللاعبين الغير جاهزين مثل ما نقول، بالايام القادمة يكون الفريق يعني ان شاء الله على اتم الجاهزية. التعادل كان عادلاً عندما فرض كلمته على واقعة الصقور والأنيق ليخرجا منها بنقطة منصفة. من بغداد أنور صباح، العراقية الإخبارية.